وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد السيد قصي العريض الرئيس التنفيذي للنمو بصندوق العمل تمكين، أكد أن انطلاق الاستراتيجية الحالية في دورتها الخامسة ترتكز على عدة محاور أساسية تتماشى مع احتياجات ومتغيرات سوق العمل ما بعد الجائحة، وتكون ضمن إطار استراتيجي وفي ضوء أولويات الوطنية لخطط التعافي الاقتصادي. طبعا انطلقت دورتنا الاستراتيجية الحالية في عام 2021، وهي الدورة الخامسة التي ترتكز على عدة محاور رئيسية تتماشى مع احتياجات الاقتصاد والمتطلبات المتغيرة لسوق العمل ما بعد الجائحة. خلال هذه الدورة نركز بشكل أكبر على الانتاجية والنمو والتأثير الاقتصادي. فما يتعلق مثلا بدعم المؤسسات، تم دعم أكثر من 4000 مؤسسة من مختلف القطاعات والأحجام التنموية، وحصلت المؤسسات الناشئة على سبيل المثال على أكبر نسبة من حيث العدد، وصل إلى تقريبا 57% من إجمالي أعداد الشركات المستفيدة، وهي يدل على تحفيز برامج تمكين لريادة الأعمال وانخراط في تجارة وما شابه.